طبعا يعني انت في يعني من التيار الصحوي في لك يعني ما ادري محبين ولا كارهين، يمكن كارهين اكثر، ولكن انت يعني نائب رئيس تحرير صحيفه عكاظ منذ فتره طويله، ايضا موضوع التوازن في المقالات في الخط الصحافي كنت يعني قريب منه ومسؤول عنه في فترات، يعني هذا يعني من خلال ايضا تجربتك النقديه والفكريه اود ان اسال، ما الذي يسيطر اليوم على الخطاب الثقافي، ومن هم يعني يعني من الذي يتحكم في صياغه هويه هذا الخطاب في السعوديه؟ دعنا ننظر الى المساله من عده زوايا. هل نتحدث عن الخطاب عبر القنوات المعروفة الصحافة التلفزيون الإذاعة، أم نتحدث عن القنوات الأخرى التي دخلت على الخط كمواقع الإنترنت الإيميلات المتبادلة وما إلى ذلك؟ إذا كنا نتحدث عن القنوات الأساسية فإنها موزعة بين خط الاعتدال إلى حد ما والخط المنفتح على العالم إلى حد ما. أما إذا نظرنا إلى القنوات الأخرى وهي تكاد تكون قنوات سرية، فإننا نجد أن صوت ما يمكن أن نسميه الصحوة بين معقوفتين هو الصوت الأكثر طغيانا وحدة وحضورا، وهذا ما يتجلى على مستوى الفتاوى الشاذة التي تفاجئنا بين حين وآخر. نحن إذا قرأنا صحافتنا فإننا سنجد صحافة معتدلة، وإذا ما استمعنا إلى الوسائط الأخرى لدينا كالإذاعة والتلفزيون فإننا سنجد إعلاما معتدلا كذلك، أو هو إعلام أقرب إلى الانفتاح أو انشتاح. على مستوى الصحافة هم يقولون أن الليبراليين هم المتحكمين أكثر يعني والفرصة لهم أكثر، كيف ترد وأنت يعني نائب رئيس تحرير صحيفة عكاظ ومتابع أيضا المشهد الصحافي الآخر؟ أنا مساعد لرئيس التحرير، لكن المسألة ليست هناك نظام مطبوعات يحكم هذه الصحافة، هناك نظام بلد يحكم هذه الصحافة. الصحافة ليست ملكا خاصا يستطيع الليبراليون أن يستولوا عليه، أو يستطيع السلفيون أو المتشددون أن يستولوا عليه. هناك نظام، هذا صحيح، النظام ولكن يستطيع رئيس التحرير والنواب والمجلس التحرير أن يختار الكتاب أيضا. وأنا أعتقد أن كل الصحف لدينا فيها من التيارات المختلفة التي تمثل صوت الاعتدال. ليس لدينا الليبرالية المتحررة وليس لدينا التيار الاتجاه المغلق، هو اعتدال في انفتاحه واعتدال في تحفظه. هذا هو الذي تتسم به الصحافة، لكن الذين يريدونها منكفئة على نفسها والذين لا يريدونها إلا صوتا لتشددهم والذين لا يريدون منها إلا منبرا للإنغلاق، هؤلاء يعتقدون أن ما نحن عليه من اعتدال هو غلبة للليبرالية. نعم دكتور سعيد، اسمح لي بس وضيوفي الأعزاء، استقبل معي على الهاتف الدكتور محمد النجيمي وهو عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي وأيضا عضو لجنة المناصحة و المحاضر في كلية الملك فهد الأمنية. أهلا وسهلا بك دكتور محمد. يعني إذا أردت أيضا تعلق على ما قيل لك ذلك، ولكن أود يعني أن أستشهد بمقال في صحيفة عكاظ السعودية في 8 نوفمبر 2010 نشرت صحيفة عكاظ مقال للزميل الكاتب خلف الحربي تحت عنوان التيار النسونجي. جاء فيه: حين أقارن أفكار التيار الصحوي المحلي بأفكار بقية التيارات الإسلامية في العالم أجد أنه تيار نسونجي بامتياز، حيث أن 90% من أدبياته وأطروحاته تتعلق بالمرأة بعكس بقية التيارات الإسلامية في العالم التي تتناول مختلف شؤون الحياة. فالتيار الصحوي لا هم له سوى محاصرة الحريم، بل إنه يعني تيار لم يسجل أي إضافة للفكر الإسلامي باستثناء ابتكاره للزواج المسيار. هل توافق الكاتب فيما ذهب إليه أم تختلف معه؟ هذا طبعا كلام الأخ الكاتب الذي ذكرته خلف الحربي، كلام يعني مبالغ فيه جدا وغير صحيح، ولو أنه قرأ يعني للكتاب الإسلاميين الكبار داخل المملكة وما لهم من دور لما قال هذا الكلام، ولكنه هو يأخذ نموذج معين
أو شريحة بسيطة من الإسلاميين أو من الناس، ثم يعمم، ولغة التعميم في صحافتنا مشكلة. الأخ الذي كان يتحدث أنا والله ما سمعت من هو. دكتور سعيد الصريحي. نعم، يعني هو يعلم تماما أخي المتحدث الذي كان يتحدث معك الأخ سعيد أو سعد، أنا لا أسمع. دكتور سعيد الصريحي معروف في الحراك الثقافي السعودي. نعم. هو يا أخي يعلم تماما ليس صحيحا ما قاله من أن الصحافة عندنا تتسم بالاعتدال وقبول الرأي والرأي الآخر، هذا غير صحيح. بل أنه في بعض الأحيان ما ذكره، إنما في كثير من الأحيان هي تخالف السياسة الإعلامية التي وضعتها المملكة العربية السعودية، والمكونة من 30 مادة فيها مخالفات صريحة لهذه السياسة الإعلامية. ولست أنا الذي انتقدها، فقد انتقدها أمراء كبار منهم سمو الأمير نايف في حديث له، وسمو الأمير سلمان في أحد الردود له، وبالتالي فنحن نطلب. طيب يا دكتور محمد، بس بقول لك شغل على الموضوع الأمراء. ترى الأمراء نحبهم ونقدرهم ونجلهم، بس يعني أعتقد أنه في خطاب جديد في حالة تخويف مثلا لضيوف البرنامج ولا لمن يحاور ولا من يعد عندما تستخدم عندما تقول أمراء، يعني مسألة تخويف، يعني نناقش موضوع فكري لوطن نحبه، كل الناس يحبون الوطن، أنت أو الضيوف وضعت سياسة إعلامية. أي بعدين بسأل موضوع آخر، أنت الآن في الصحافة السعودية من أكثر الذين يظهرون في المواضيع ويأخذ رأيك في مواضيع كثيرة. هي حسب رئيس التحرير. الآن شوف يا أخي، هي حسب سياسة رئيس التحرير. عندما كان الأخ جمال خاشقجي في الوطن كان يحارب الناس ولا يسمح للناس بالرأي الآخر. الآن تغير الوضع في صحيفة الوطن، وقبل ذلك كان الوضع مع الأخ عثمان الصيني ومن سبقه متغير. عموما لهم حق الرد يعني خليك معي يا أخي. أنا يعني الأخ محمد التونسي شخص يقبل الرأي الآخر وكثير من رؤساء التحرير، لكن هو حسب رئيس التحرير. عما أني أخوف بالمسؤولين أبدا، هناك سياسة إعلامية يجب أن يسير عليها الجميع. السياسة الإعلامية يا أخ علي الذي وضعها أفاضل وأكارم، وهذه السياسة الإعلامية يجب على صحافتنا أن تلتزم بها. في بعض الأحيان في بعض الكتابات الصحفية عندنا أمور تمس حتى ثوابت الدولة وحتى ثوابت مثل الأمة مثل مثل وتجر الناس إلى نوع مثل ما الذي مس ثوابت الدولة مثل إيش؟ أي ما هي الموضوع؟ يعني لما يأتي لي كاتب فيتهجم على جهاز من الأجهزة بسبب أنه وقع خطأ من موظف، فيحمل رئيس الجهاد ويحمل الجهاد بكامله المسؤولية، ويقول هذا خزع بلاس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمجرد أن موظف أخطأ أو أن بعض الموظفين أخطأوا. لغة التعميم هذه يا أخ علي، هذه لغة موجودة. إيه، ولكنهم ينتقدون أيضا وزارات أخرى، ينتقدون وزارات أخرى ما لها علاقة في هذا الجهاز، يعتبر جهاز عموما. بس برجع لك على خالف. نعم بس تعمم. نعم أنا أتكلم يا أخ علي كما الأخ سعد الصريحي يعلم، نحن نريد من صحافتنا أن تمثل أولا السياسة الإعلامية الموضوعة، ثاني أنها تتيح للجميع الحديث والكتابة، ولا تعتمد على مزاج بعض رؤساء التحرير الذين حسب رئيس التحرير كما قلت لك. هو بشكل عام أنا أتفق مع الأخ سعد الصريحي بشكل عام أن الصحافة السعودية يهيمن عليها الاعتدال بشكل عام، ولكن لا، ليس صحيح أنه حمد ما يدري يا دكتور محمد، أنت مرة يهيمن عليها اعتدال ومرة تقول غير شو اسمه غير ما تقبل الرأي. يوجد حسب مزاج رئيس التحرير. أنا ضربت لك مثال. يا أخ علي أنا ضربت المكيسة، أنا أريد تسمعني جيد، قلت لك حسب رئيس التحرير. طيب لحظة خلني حسب ما قلت، أنت تحدثت عن نموذج الوطن، جمال خاشقجي الآن في عنده مشروع آخر، وعثمان الصيني في مجلة أخرى، الوطن الآن برئيس تحرير مكلف حاليا، إذا يعني الوطن والصحافة السعودية الأخرى يقبلون الرأي الآخر ومعتدلين؟ هو شوف حسب رئيس التحرير الآن يا شيخ، أكثر الصحف المحلية عندنا تقبل آراء بعض الأشخاص وليس كل الأشخاص، وهذا خطأ. يعني أحيانا بعض الناس يريد أن يدلي برأيه، أنا شخصيا يسمح لي وليس عندي إشكال. أنا أتكلم يا شيخ عند كثير بعض الإخوان الذين لديهم مطروحات معتدلة ويناقشون قضايا معتدلة، لا يسمح إلا لكتاب من طيف معين. لو قرأت أنت أغلب الكتاب، أنا لا أتكلم عن المشاركات، أنا أتكلم عن الكتاب، أغلب الكتاب في صحافتنا من طيف معين، وهذا خطأ. لأن الطيف
الذي يسيطر أو أغلب الكتاب الذين يتواجدون حاليا في الصحافة هم من طيف معين، وهذا الطيف هو طيف أقلية، يعني ليس هو طيف الأكثرية. لذلك تجد أن هناك سخط شعبي كبير على كثير من الكتاب، لأنهم لأن أكثرهم لا يمثلون الطيف الشعبي. أنا لا أتكلم على طيب. المشاركات أو طيب دكتور محمد بس نعم سأعطيك الوقت لأنه أنت تمثل التيار الغايب، بس أنا ودي بس أرجع الموضوع خلف لأنه غير موجود. تقول هو لم يقرأ لمثلا كتاب ولم يتابع وركز على موضوع، أنا بس بضيف على ما قال خلف، هو يعني مع حفظ الألقاب يتحدث عن هو قال المسيار، ترى صراحة احنا مبدعين في الموضوع، أول شيء عندنا المسيار والمسفار والونس والويك إند، ويعني الفكرة أنه في مدري في المبعاث في يعني في أشياء كثيرة في هذا الموضوع، يعني في اجتهاد وفن في تسهيل هذه الأمور المرتبطة بموضوع النساء اللي فيه مرتبطة أيضا بمتعة الرجل، لكن مثلا موضوع مثل الموسيقى يعني يكاد يكون موضوع مصيري لمن يشرع مثل هذه الأمور، يعني من يصعب موضوع الموسيقى ويجدها موضوع كبير ويسهل موضوع اختلاط الأنساب، ما تشوف أن يعني رأي خلف فيه كثير من الصحة إذا أخذنا هذا المثل؟ أنت طرف محايد في النقاش ولا يجوز أنك تكون طرف مضاد. طيب أنا أسألك الحين بالعكس. طيب أنا أقول لك اسمعني، أقول لك يا أخ علي. طيب أسمعك تفضل. ليس قرارا سعوديا، زواج المسيار اتخذ بإجماع من أعضاء المجمع الفقهي التابع للرابطة، والسعوديون لا يمثلون 20% أو 15% من الأعضاء. أغلب أعضاء المجمع الفقهي التابع للرابطة أو المجمع الفقهي في جدة، المجمع في مكة، السعوديون أقل من 15%، والمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي السعوديون أقل من 7% في المجمع. فهذا ليس قرارا سعوديا، هذا قرار إسلامي تم اتخاذه من قبل مجمع فقهي يتكون أعضاؤه من أكثر من 35 عضو، غالبيتهم سلفيين أو من لا من جميع التيارات، من جميع، منهم السلفيون ومنهم الأشاعرة ومنهم جميع الفرق الإسلامية متمثلون في هذا المجمع. نعم أشكرك. وبالتالي ليس قرارا سعوديا وليس قرارا سلفيا، وإنما هو قرار إسلامي. طيب شكرا للتوضيح دكتور محمد النجيمي عضو مجمع الفقه الإسلامي.